لكن هذا يسبب حرج كبير جدا للحكومة الأفغانية اليوم بذريعة وجود هذه الحركة، حركة طالبان على الحدود. باكستان من فترة لأخرى تستهدف الحدود الأفغانية، ويروح الكثير من القتلى ومن الضحايا حتى من المدنيين. إذن ما هي خيارات أفغانستان اليوم في التعامل مع هذه المشكلة؟ أنا أعتقد يعني حركة طالبان الأفغانية، أفغانستان وباكستان، لا يوجد هناك فرق كبير بينهما، فرق كبير بينهما حتى في منهجهم وفي قناعاتهم وفي حتى عناصر الحركة. حتى في عناصر الحركة هناك نوعا ما الاشتراك بين العناصر. فلو لو 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 طرفين، طرف الباكستاني وطرف الأفغاني، لو يكونوا صادقين مع يعني الشعبين، شعب الأفغاني وشعب الباكستاني، فأنا يعني أستطيع أن أتهم الحكومة الباكستانية أكثر. يعني لو يكونوا صادقين يستطيعون أن يحلوا المشكلة بأسهل الطرق، وإلا فهناك المجموعات أخرى يستطيعون أن يستغلوا هذا الموضوع ضد الحكومتين، ضد الحكومة الأفغانية الجديدة التي ليست في حالة التمكين، يعني لم تتمكن بعد وعندها مشاكل كثيرة و يعني مختلفة. وكذلك عند الحكومة الباكستانية، باكستان اليوم تعيش أزمات متعددة في بلدها. يعني أستاذ نصرة الله، في بداية الحلقة قلت بأن هناك اختلاف كبير بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان الباكستانية. الآن تقول هناك تقارب وهناك لا يوجد اختلاف كبير بينهما، أيهما صح؟ أنا 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 قلت لكم روايتين عن موضوعين. يعني قلت رواية برواية تقول المعارضي الحركة طالبان هم غير طالبان، يعني أنت لا تجزم لا بهذه لا المعلومة. نعم سيد نصرة الله، حتى نثبت فقط هذه المعلومة، أنت لا تجزم بهذه المعلومة أو تلك. أنت تقول أن هناك من يقول كذا، أن هناك من يقول أن هناك تقارب ولا يوجد اختلافات بين طالبان باكستان وطالبان أفغانستان، وتقول بأن هناك من يقول بأنه لا يوجد اختلاف. هل هذا صحيح؟ ما فهمته صحيح؟ نعم، يعني هذا الأمر موجود. يعني حكومة أنا كما قلت، يعني هناك من يقول بأن الحكومة حركة طالبان الباكستانية هي صنيعة استخبارات الأفغانية، وهذا الادعاء الباكستاني. هناك من مسؤولين في استخبارات الباكستان تتهم استخبارات الأفغانية السابقة بأن هؤلاء حاولوا في إيجاد الحركة الأفغانية، حركة طالبان الباكستانية، كما كانت استخبارات الأفغانية السابقة تتهم الباكستان بأن وراء حركة طالبان الأفغانية استخبارات الباكستان هي التي تحرك هذه الحركة وتموله وتوجهه. يعني هناك اختلافين في دولتين، استخبارات الدولتين. إذا الحقيقة غائبة، ليس معروف حتى الآن الحقيقة أين هي؟ أستاذ محمد، لابد أن نفرق بين الروايتين، الاستخباراتين، استخبارات الأفغانستان واستخبارات الباكستان، وبين طبيعة الحركة، منهجها وعناصرها. يعني هناك لا نستطيع أن نميز بين منهجين. هنا الحركتان تريدان نفس نوعية الحكم ونفس منهج، وتتبعان نفس المنهج، حركة طالبان الباكستانية وكذلك حركة طالبان الأفغانية. لا يوجد هناك فرق في المنهج، وحتى في المدارس، وحتى في مذهب ومسلك، وفي جميع، وفي عقيدة، وفي كل شيء سواء، حتى في قبائلهم، القبائل التي تنتمي هؤلاء العناصر إليها. يعني هناك القبائل المشتونية في الحدود في طرفين ينتمون إلى هذه القبائل. لا يوجد هناك الاختلافات بين، في انا عندما اقول لا يوجد اختلاف كثير بينهم اقصد هذه الامور. عندما اقول هناك اختلاف في لغتين، اختلاف جهتين استخباراتين الافغان، لكن الا يوجد اختلاف جذري في الرؤيه وفي التحركات العسكريه والسياسيه؟ سيد نصرة الله، انا اعتقد يعني
يعني حركة طالبان الباكستانية، هناك جهات كما تدعي باكستان، هناك جهات استخباراتية تحرك هذه الحركة. فمثلا حركة طالبان الأفغانية كانت تدعي بأن أفغانستان احتلت من قبل أمريكا، وفي أفغانستان المحتل موجود ولابد أن نقاوم الاحتلال ونجاهدهم ونطردهم من بلدنا، ونقيم الحكومة الإسلامية في أفغانستان. أما في باكستان يعني هذه الاستدلال عند حركة طالبان الباكستانية ربما لا نجد، لأن لا يوجد هناك الاحتلال كي يقاوموا هذه الاحتلال. أو عندما نتحدث أن هي يعني هناك علماء باكستان هم يعتبرون الحكومة الباكستانية حكومة إسلامية، ولا يعتبرونها الحكومة غير إسلامية وحتى ينجزوا الخروج عليها. فهذه من يعني الاختلافات الجذرية بين جغرافيا أفغانستان وجغرافيا باكستان والحكومات الموجودة في تلك البلدين.